الشاعر عدنان العوامي قال عنه أستاذ الأدب العربي الدكتور عبد الرحمن إسماعيل: العوامي شاعر لم ينصف نفسه، فجهله القراء وتجاهله النقاد. ونقول: نأمل في هذه الحلقة أن ننصفه بتقديمه كما يستحق، ولكن في الوقت ذاته نردد مع الشاعر القديم: وكم في الخدر أبهى من عروس، ولكن ساعد الزمن العروسة. فالشهرة مثل الزواج، ليست بالجمال والإبداع، وإنما بالحظ والعمل على الوسائل الإعلامية، وقبل ذلك كله بالتوفيق الإلهي. أما الدكتور غازي القصيبي رحمه الله تعالى، فقد وضع العوامي ضمن السلسلة الذهبية لشعراء القرن العشرين مع عمر بريشة والأخطل الصغير والجواهري وبدوي الجبل وغيرهم، وذلك حين كتب عنه قبل عشرات السنين مقالاً في المجلة العربية بعنوان غريب في زمن غريب. استهل الدكتور غازي هذا المقال باستعراض مجموعة من الأبيات الشعرية الجميلة، ثم قال: سوف تدهش أيها القارئ عندما أقول لك إن كل هذا الشعر لشاعر من القطيف اسمه عدنان العوامي، وسوف تقول لي يا أيها القارئ: أنا لم أسمع به. وأجيبك: ربما لأنه جاء في زمن التناطح بين الكلاسيكية والحداثة، وأنصارهما لا يتفقان على شيء سوى معاداة الرومانسية، وشاعرنا هذا أي العوامي رومانسي أصيل، إنه غريب في زمن غريب.